مرحبا، اليوم بدي احكي على موضوع بيتعلق بالتغذية الصحية خلال شهر رمضان الكريم بفترة الحجر الصحي اللي نحن عايشين فيها هلا. طبعا بسبب انه نحن ما عم نطلع كثير من البيت وبسبب انه اغلب المطاعم مسكرة، فهذا بيعني انه موائد رمضان رح تكون اصغر هاي السنة، وما رح يكون في عنا الموائد الرمضانية الكبيرة اللي فيها كل الاصناف وكل الاشكال، وحتى التجمعات العائلية رح تكون اقل، وعدد الاشخاص اللي رح يكونوا على الموائد رح يكون ايضا اقل. وهذا بيعني انه اصناف الطعام رح تقل، المقبلات، اصناف المقبلات والمقالي والمعجنات ايضا رح تقل. فهون في عنا فرصة انه نحن بالاضافة لانه نحن قاعدين بالبيت وعنا وقت اكثر لحتى نهتم بعاداتنا الغذائية ونمارس الرياضة بالبيت، ايضا في عنا فرصة انه نحن نستغل شهر رمضان بانه نحسن صحتنا ونحاول نتناول الطعام الصحي ونحاول نحدد من كميات الطعام يلي عم يتناوله، خصوصا الاشخاص يلي هن عندهم مشكلة بزيادة الوزن، حابين يخسروا من وزنهم، او عندهم مشاكل صحية اخرى بتتعلق بالسمنة وزيادة الوزن. فهنا بدي انصح انه نحاول ما نكتر من اصناف الطعام الموجوده على مائده الافطار، بما انه على الاغلب عدد الاشخاص او العائله اللي قاعده على مائده الافطار ما راح يكون هالعدد الكبير. فاول شيء ما بدنا نهمل ابدا ابدا طبق السلطه والشوربه، يعني انا بعتبر انه هو من اهم مكونات وجبه الافطار، لانه هو بيعوض لنا السوائل، بيعوض لنا الفيتامينات والمعادن اللي نحن خسرناها خلال ساعات الصوم الطويل. فدائما نحاول طريقه عمل السلطه والشوربه تكون بطريقة صحية، نحاول نبتعد عن استخدام الدهون أو زبدة أو الكريمة أو كمية كبيرة من الزيوت. هلا بيجي في عنا طبق المقبلات، نحاول نكتفي بصنف واحد من المقبلات، ونحاول أيضا طريقة الطبخ تكون بطريقة صحية، فنحاول نبتعد عن المقالي ونجرب نحط المعجنات بالفرن ونشويهم، لأنه فعلا رح تطلع طعمتهم كتير طيبة. فهون بدنا نكتفي بنوع واحد من المعجنات ونحدد الكمية اللي احنا عم ناكلها. بعدين الوجبة الرئيسية بيكفي صنف واحد أو على الكتير يكون صنفين إذا كتير بدنا ننوع، بس ما نزيد من الأطعمة أو كمية الأطعمة أو الأصناف الموجودة على مائدة الإفطار، لأنه هذا الشيء بيسبب أنه نحن نصيرنا نتناول طعام أكثر ونجرب من كل الأصناف. فهي نصيحة ياريت تتبعوها. أيضا بالنسبة للحلويات، نحاول أنه نحن مو كل يوم، أكيد مو كل يوم نتناول من حلويات الرمضانية، ونحاول أيضا نعمل بعض منها بالبيت، وطريقة الطبخ تكون صحية، فأيضا نعتمد على الشوي بدل ما نتناول أي نوع من الحلويات المقلية، ونستعمل دسم أقل وسكر أقل. بهالطريقة بنكون عم نخفف على حالنا السعرات الحرارية، وما يكون بشكل يومي، يعني نعتمد على الفاكهة واللبن والمكسرات لحتى، أو الفواكه المجففة لحتى نحصل على الشعور أو الطعم الحلو اللي نحن منحس أنه منحتاجه، ونخلي الحلويات الرمضانية لمرة أو مرتين بالأسبوع مو أكتر. هون حكينا على الشق الإيجابي من تغذية خلال شهر رمضان بفترة اللي نحن عايشين فيها، فترة الحجر الصحي، ولكن في أيضا شق سلبي للموضوع، يلي هو إنه نحن كلنا قاعدين بالبيوت، في كتير أشخاص ما عم تعرف شو بدها تعمل بوقتها أو كيف بدها تقضي الوقت، وكتير أشخاص عم تاكل بشكل مستمر. فهون بيجي عنا خطر إنه نحن نتفشش بالأكل، أو إنه ناكل كميات كبيرة بس لحتى نكسر الملل تبعنا بين فترة الإفطار والسحور. فهون بدنا ننتبه كتير، بدي نبه الأشخاص إنه نحاول نخلي تقسيم الوجبات بشكل منتظم، يعني عنا وجبة الإفطار، ممكن بعد بساعتين نتناول وجبة السناك اللي هي يفضل تكون فاكهة مع اللبن، كمشة مكسرات، بعدين بننتقل للسحور. بعض الأشخاص إذا كان وجباتهم صغيرة ومعدتهم صغيرة ممكن يقسموا هي الوجبات لأربع وجبات بدل ثلاث وجبات، ولكن حاول ما يكون أكثر من هيك، وما يكون في نقرشة بين الوجبات، حتى لو نحن الفترة قصيرة والساعات قصيرة، ولكن في بعض الأشخاص ممكن أنه هن يكونوا عم يتناولوا الطعام بشكل مستمر، وهذا الشيء رح يساهم بزيادة الوزن والنتائج الصحية اللي بتنتج عن هذا الشيء. أيضا من الجوانب السلبية للمرحلة اللي عم نمرق فيها هي قلة الحركة الرياضية وعدم توفر الأماكن اللي نحن نمارس فيها النشاط البدني أو الرياضة، مثل مثلا النوادي الرياضية أو أماكن لحتى نطلع نركض أو نمشي فيها، حتى الخروج من المنزل صار كتير قليل. فهون في بعض الأشخاص ممكن ياخدوا هذا الشيء كحجة أنه هن ما يمارسوا الرياضة لأنه ما عندهم مكان يمارسوا فيه الرياضة، وجزء تاني من الأشخاص رح يلاقوا الفرصة بالوقت، وفرة الوقت يلي صار موجود عنا لحتى نمارس الرياضة داخل البيت، ونستغل
وفرت الموارد الموجودة على الإنترنت، صار كل المدربين الرياضيين عم يأمنوا الدروس والحصص الرياضية مجاناً، في على يوتيوب آلاف وآلاف من ساعات الرياضة اللي ممكن نمارسها، أي نوع من الرياضة اللي نحن بنحبه، وهذا الشيء أنا بعتبره كتير إيجابي، وبشجع كل الأشخاص إنه يمارسوا الرياضة بأي شكل من أشكاله. كلنا موجودين بالبيت، كلنا عنا وقت وقادرين إنه نعمل حتى لو 10 دقائق أو ربع ساعة من النشاط البدني بالنهار. فهون بدي أنصح خلال شهر رمضان الكريم ما نهمل الرياضة أبداً، لأنه الرياضة والتغذية هن اثنيناتهم جزء لا يتجزأ من نمط حياة صحي. هون بدي أقول إنه القرار بيرجع للشخص نفسه، فالشخص يلي بيقرر إنه هو يتبع التعليمات الغذائية الصحية وأنه يتناول الطعام بشكل صحي، ممكن هذا الشيء يساعده أنه هو يحسن من صحته، من عاداته الغذائية، يبني عادات غذائية صحية جديدة، ويخسر من وزنه إذا كان في داعي يخسر من الوزن. والقرار الخطأ والعادات الخطأ يلي ممكن الشخص يتبعه بالشهر الكريم ممكن أنه تفاقم المشاكل الصحية اللي عنده، تزيد زيادة الوزن في حال عنده زيادة وزن، وتكون تنعكس بشكل سيء أو بشكل سلبي على صحته. فهون بدي أكد على أهمية أخذ قرار أنه نحن بهذا الشهر في عنا بعض العوامل يلي هي رح تكون معنا، في عنا بعض العوامل يلي هي ضدنا، وبالأخير القرار بيرجع للشخص نفسه إذا كان بده يستغل العوامل الإيجابية أو بده يخلي العوامل السلبية تأثر عليه وتمنعه من أنه هو يحسن من صحته ويحسن من حياته. ورمضان كريم للجميع.